بزور as you see. طبعا this is mass of the hair. احنا طبعا بالالترا ساوند شفناها زي ماس لايك بس عامله زي ايكو شادو كده. بالالترا ساوند كان في بجاستيك بين اند ديفيشن ديناي then we confirm by the endoscopy فلقينا this hairy mass as you see. المدخل الاستومك اهوت كله تمام شايفين عامله زي ماس لايك كده باينه بالالترا ساوند بس عامله زي ايكو شادو. فاحنا بندخل بالابر اندوسكوبي نحاول على قد ما نقدر نشوف ان احنا هنكاتش ذيس ماس بالمنظار ونحاول نطلعها. نقرب الكاميرا كده بتاعت السبير. ذيس از بيزاور جاستيك بيزاور يعمل لي ماس لايك كده في باينه في السونار. احنا المفروض النهارده هنطلعها دلوقتي بالمنظار. فين حد فين واصل حد فين حد اكتر السوفجاس من اول السوفجاس. احنا داخلين ندخل جامد اهوت. نحاول ندخل من جنبيها اهو. دخلت انا كده معدي حتى داخله في مخرج الايه ماشي داخله في البيدورس داخله في البيدورس as you see. اوكي احنا المفروض بقى نسحب ده كله حتى ممكن تعملها جاستريك اوت داتا اوبستراكشن. شايفين مخرج البيدورس عامل ازاي. نقرب الكاميرا ركزي في الكاميرا هنا ركزي فينا ركزي كده شايفين عامله جاستريك اوت داتا اوبستراكشن. طبعا داخله في البايلورس وفي السكند بارت اوف ديدينم. احنا المفروض نسحب بقى كل الكلام ده نطلعه عشان خاطر عاملها جاستريك بين وريبيتد بومتنج. شايفين الدنيا عامله ازاي. نحاول نقلب كده فندس حتى الفندس نفسه نشوف الفندس هو كمان الفندس مليان متشكل بتشكيل الاستومك كلها. نرجع تاني للانترم شايفين عشان ندخل السكند بارت لان السكند بارت كله ايه as you see. اوكي هنعمل ستوب كده مؤقتا